اللي شو في بابا؟ انتو الاثنين كان المفروض تضلوا بالبيت، انك تطلع انت ومرتك اول ما توصلوا على البيت هذا الشيء غلط. خليني احكي يا اسيان. ها؟ ايه تفضل احكي، رح شوف شو بيطلع معك. ليك يا ابني، انت عندك شغل كل يوم وفوق هاد عم تتعب حالك كل النهار، ولما بترجع على البيت بعد الشغل بترجع بتروح. يعني عم تحمل حالك فوق طاقتك، والإنسان جسمه بيتعب من كتر الضغط، لازم يعطي حاله وقت كافي ليرتاح. لا تفهم إنه قصدي ما تطلعوا مشاوير سوا وتغيروا جو، لا بالعكس لازم تطلعوا، بس يعني أكيد مو ظابطة إنكم تطلعوا كل يوم. أي شيء بتبالغ فيه بيأذيك، لازم تنظم وقتك صح.